السلام عليكم، معكم حنان من مدينة سلا. اليوم بغيت ندير نداء للجمعيات. كنتمنى من كل قلبي انكم تعاونوا معايا، سواء في العلاج ديال وليداتي ولا في العلاج ديالي، لان عندهم معاناة ديال المرض والسنين وانا كنجري معاهم، ولكن في هذا الوقت هذا مع ديال كورونا صافي عييت مرضت صافي طحت، ما عندهم حتى شي معيل من غيري انا والاب ديالهم. الاب ديالهم عنده ليبيليبسي، عنده الصرع، وعنده واحد الحبوبه يعني عيا ما يدوز عليها بدون جدوى. حتى الاطباء صافي عياو منه، قال لك صافي سير وحافظ على رجلك، مع انني شريت لي الدويات. تعاونوا معايا شي ناس الله يجازيهم بخير باش درت ليه التلفازه وباش درت ليه شريت ليه الدواء، ولكن مورا هادشي فاش شافو الدكتور قال لي صافي يعني ما بقى عندك امل، سير جلس في الدار وتهلا في رجلك. بالنسبه لوليداتي، الاسم ديال المرض ديالهم هو المنجالي ودريبانوسيتوز، عايشين غير بالدم والدواء، هذا هو العلاج ديالهم، لان لحد الان ما لقاوش لهم العلاج. هما عندهم العمليه ديال زراعه النخاع، وهاد العمليه راها مكلفه، ودائما كندير نداء. يعني شحال من جمعيه درت ليها نداء على امل ان شي واحد يتواصل معايا، ولكن لحد الان دابا راها من 2012 وانا كندير في النداءات، حتى شي واحد ما تواصل معايا باش يتعاون معايا على هاد الوليدات. ربما ما مكتبش لهم انهم يتعالجوا، ولكن ولا ربما ان باقي ما وصلش يعني الاجل ديالهم ان الوليدات يتعالجوا. وكنتمنى اللي كيشوف هذا النداء ديالي يتعاون معايا على هاد الوليدات. انا حاليا مريضه وما بقيتش نقدر لا نوقف على رجليا لا نخدم لا حتى شي حاجه. نتوما عارفين جاني الجفاف، والناس راكم عارفين رجال كبار يعني رجال وضهدوا. ما حسا كان عمرك كنت نخدم في الميناج وكنفرش، كندير غير فراشه وكنفرش، نبيع كلينيكس، نبيع تقيشرات، نبيع الشوكولات، ولكن في هذا الوقت هذا ما بقى حتى شي واحد تيشري من عندي، ما بقاش يعني نقدر نوفر لوليداتي سواء الماكله ديالهم ولا العلاج ديالهم. ودابا انا حاليا راني مريضه، عاد عرفت بلاش عندي السكر وعندي الكوليسترول، عندي تخثر دم، والتحليله ديال الكبده خرجت لي خايبه. قالت لي من هنا لقدام الدكتوره مسكينه ما بقى فيها الحال، قالت لي تقدري ديري العمليه، يعني قالت لي طلبي شي واحد اللي يتعاون معك لان من هنا لقدام غديري العمليه. هادشي اللي كاين. ودابا هي حاليا تمات لي هادي ديال السكر باش كنعبر بها، وما لقيتش باش نشريها، هي خاويه ما لقيتش باش نشريها باش نعبر السكر. عطيني الريجيم دايره الحمد لله، ولكن السكر ما تهبطش ليا لان ستريس، ولاني كنتعصب، مع يعني عارفه ما عنديش شي يعني شي حاجه باش نعالج وليداتي ولا باش نوفر لي ما داكشي، تنتعصب كيطلع ليا السكر. عندي في النهار 2 غرام 3 غرام تطلع ليا السكر. ودابا غير الخشيبات هما الاخرين ما لقيتش باش غادي نشريهم. عاد عندي 4 ديال الوليدات، وليدات الكبار ايوب وعثمان هما اللي كيدخلوا الدم كل شهر، عايشين غير بالدم والدواء. والبنات عندي حاملين المرض، هو مرض المنجلي، عندهم تشوه في الكريات الحمراء. يعني احنا عندنا كريات حمراء، الانسان السليم عنده كريات حمراء عاديين يعني بحال الدرهم دايرين، ولكن بالنسبه لنا حنايا يعني المنجليين عندهم مشوه يعني على شكل منجل هلالي. هذا هو اللي كيستدعي انهم يعني دائما يبقاو يدخلوا الدم، حيت ما عندهمش شي نقول لها ما عندهمش شي علاج من غير هاد انهم يدخلوا الدم باش ينقذوا الحياه ديالهم، وانهم يبقاو يدخلوا لهم الدم كل شهر والا يموتوا.
ان سنين دابا انا من 2012 لحد الان وانا كندخل ليهم الدم، وهذا هو السبب اللي خلاني انا فتحت قناه باش يعني نعرف على هذا المرض، لانه ما معروفش نعرف عليه. وكنتمنى انني نلقى الدعم، وكنتمنى ان شي واحد يعني اللي يتكلم بهاد الوليدات ما بغيت شي حاجه اخرى، بغيت نعالجهم. ما بقيتش قادره نوقف على رجلي، مريضه سنين وانا كنخدم، في الاخر انا جلست انا كنت نجري على العلاج ديال وليداتي. دابا وليت كان خاصني انا من يعالجني، انا عاد نعالج ولادي، انا المعيل الوحيد ديالهم. ما عرفتش شنو نخلص الكراع ولا نخلص الموضة ولا نشري لهم الدواء ولا نشري الدواء ديالي انا ولا نشري الماكله، يعني كل شيء تجمع لينا. وفي هذه المرحله هذه اللي حنا فيها دابا يعني ما نقدرش نوفر هذا الشيء. كنتمنى الا كانت شي جمعيه تعاون معايا يعني تخفف عليا ولو جزء بسيط من هذا العبء هذا اللي حامله على داري. الله يجازيكم بخير. يعني لحد الان درت شحال من نداء، ولو شي واحد يعني تواصل معايا كيدخلوا اللي كيتفلاو عليا، شحال من واحد دخل كيتفلى عليا. حنا ما كنديروش هاد النداءات باش تدخلوا تفلاو علينا، كتشوفونا محتارمين يعني ما دايرش شي حاجه اللي هي خايبه ولا مخله بالحياه. احنا كنديروا غير نداء باش يتعالجوا هاد الوليدات، ما يبقاوش هكا. الله يجزكم بخير بلا ما تدخلوا تعايرونا وتسبونا. احنا ناس محتارمين، ماشي يعني ديال هذاك يعني هذاك الكلام اللي كتقولوه لنا. ربي اللي كيشوف وتيقول ربي سبحانه وتعالى اسعى عبدي ونعينك. وانا كندير اللي في جهدي يعني باي طريقه باش نوصل صوت هاد الوليدات. يعني ما لا قرايه لا صحه لا علاج لا حتى شي حاجه، ما عندهم في حق حتى شي حاجه. وانا كأم يعني ما نقدرش نخليهم بحال هكا، ما كاينش اللي غيقدر يخلي وليداته بحال هكا. وانا هكا كنت صابره معاهم، هذا هو السبب اللي خلاني انا يعني السكر تزيد يطلع عليا. هادشي اللي كاين كنشوفهم غادي غير الهلاك صراحه، لانهم عوض ما يعني ما يتحسنوا عام كيزيدوا يمرضوا عام على عام. والو هانتا كتشوف في وجههم والو ما كيتحسنوش، بالعكس. انا نهار اللي ما كنقدرش نوفر لهم يعني فلوس ديال الشهر، لان عندي 200 درهم عندي في الشهر، عيد ديال باش تركبي توصل للسبيطار بلا دواء بلا الماكله. كيمشيو مساكن تما للسبيطار تيبقاو يشوفوا في الناس، تبقاو يشوفوا في الناس ياكلوا، ما ولادي تيبقاو مساكن بلاش. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.